تسلم. ما هي المجالات الاقتصادية التي يمكن أن تشهد تعاون بين مصر والأرجنتين؟ الأرجنتين دولة قوية في أمريكا اللاتينية، ونحن في مصر نتطلع إلى علاقات اقتصادية وسياسية واجتماعية عامة مع دول عديدة. بالتأكيد دولة مثل الأرجنتين هي دولة مهمة لنا. En primer lugar, me interesa decir que los dos países están viviendo procesos que son difíciles, pero que son procesos importantes para poder generar desarrollo de largo plazo. Cuando el presidente me iba contando بعد لقائي اليوم مع السيادة الرئيس اكتشفت أن واقعنا الأرجنتيني يتوافق إلى حد كبير مع الواقع المصري. اسألنا كلا البلدين يتعرضان للتحدي كبير، وذلك لتحقيق التنمية والتنمية المستدامة. وبالنسبة فإن هناك العديد من العوائق، إلا أن هناك أيضا العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها. لقد ناقشنا موضوعات مثل التعاون، مثل السياحة والاشتراك في الجانب الصناعي والجانب الزراعي والتصدير والتصدير الاستيراد. وبالمثل لقد قامت الأرجنتين بتصدير التكنولوجيا ومولدات للطاقة لمصر. وبالمثل أيضا ناقشنا إمكانية تصدير ليس فقط السيارات، فالمعروف أن الأرجنتين تصنع سيارات، ولكن أيضا قطع الغيار التي تفتح بدورها آفاقا تجارية متنوعة. في مصر نبدأ الآن تجربة اقتصادية للإصلاح الاقتصادي. نعاني من بعض الصعوبات الاقتصادية، لدينا برنامج للإصلاح الاقتصادي. الأرجنتين كدولة مرت أيضا بصعوبات اقتصادية شديدة للغاية، في بعض الأحيان وصل الأمر إلى مرحلة الإفلاس، ثم استطاعت أن تقوم وتقف على قدميها مرة أخرى. ماذا تقولي للمواطن المصري الذي يتحمل أعباء كبيرة في مرحلة الاقتصاد؟ En este momento en la Argentina hace un año y medio que nosotros hemos tomado la gestión del gobierno. لقد تعرضنا لمشاكل مثل ما أشرت، ولكنني أشير في هذا الصدد إلى أن حكومة بلادنا قد تولت مقاليد الحكم منذ عام ونصف تقريبا. ذلك أن الحزب الذي يمثل الحكومة في الوقت الحالي أنشأ منذ 14 عاما فقط، وهو بالتآلف مع حزبين آخرين. أشير إلى أن السياسات الخاطئة التي كانت متبعة قبل ذلك، والتي اعتمدت على سياسات الشعبوية والديماجوجية، لا تفعل سوى توليد المزيد من الفقر في البلاد. Que el esfuerzo, que soportar situaciones difíciles, permite luego. ومن العجيب أن دولة الأرجنتين دولة غنية وتصدر وبيع الكثير من الموارد، وعلى الرغم من ذلك فإن 30% من شعبنا يعاني من الفقر تحت خط الفقر. لذلك كان لابد أن نرى الأمور في نصابها، نضعها في نصابها، ونترك الغوغائية ونترك الديماجوجية، ونفكر في حلول قادرة على أن يستتب الإصلاح، وأن نقضي على الفقر في فترة محددة، ونحقق التنمية المستدامة. إذن أنتم في الأرجنتين ربما تمرون بنفس الظروف التي نمر بها. الحكومة في مصر تتخذ بعض القرارات التي لا تتسم بالشعبوية ولا تحظى بالرضا العام، لأنها قرارات صعبة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومعاناة المواطن. لكن دائما ما تؤكد الحكومة والنظام أنها خطوة من أجل الإصلاح والوصول إلى الأفضل. هكذا كان حالكم أيضا في الأرجنتين، أليس كذلك؟ Estoy absolutamente de acuerdo, porque el problema que hemos tenido los países. إنني أشير في ذلك الصدد إلى أن بلادنا مصر والأرجنتين قد تعرضت في فترة معينة إلى نوع من سوء التوزيع في الموارد، وقد سبب ذلك على مدار سنوات الحالة التي وصلت إليها البلدان. Generando orden en las medidas económicas, poniendo una economía que tenga previsibilidad. لذلك فإنني أتفق مع الحكومة المصرية في الإجراءات التي تتخذها، لأننا إذا شعرنا بالتعب لمدة عام أو عامين فإن ذلك من دوره أن يحقق بعد ذلك الرخاء. مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإجراءات التي يتم اتخاذها سوف تعمل على عدالة التوزيع وعلى تحقيق الاستثمار وجذب الاستثمار، خاصة مع سواد مبادئ مثل الشفافية ومحاربة الفساد. que los otros gobiernos populistas no podían.